وبآخر فقراتنا أحبتنا المشاهدين بحلقتنا لليوم وأيضا بإضاءة سريعة بالدقائق المتبقية انضموا لنا أيضا ضيوف كرام تحديدا منتسبي ومؤسسي جمعية مرضى بهجة الخيرية، رئيسة الجمعية الدكتور وفاء مدانات أسعد الله صباحك، وأيضا الأستاذ محمد منصور القواسمي أسعد الله صباحك، أمين سر جمعية مرضى بهجة الخيرية، وأيضا من أحد مؤسسي القدامى خلينا نقول بالجمعية الأستاذ رمضان النجار، وأيضا أنت أحد مصابي مرض بهجة بهذا الشأن، حابين نتحدث من خلالك عن هذه التجربة مع يعني مرض بهجة، لكن بشكل سريع نستثمر الدقائق دكتور وفاء، نتحدث عن جمعية مرضى بهجة الخيرية وما تقدمه لأعضائها لمرضى بهجة، تأسيسها، النشاطات اللي بتقدمها، العناية خلينا نقول أيضا بهذا المرض أول؟ نعم، لا أنا حبيت عن الجمعية اللي راح ندخل من خلالها لمرض بهجة. أولا صباح الخير وشكرا للتلفزيون الأردني لاستضافتنا اليوم، يعني هذا مجهود كبير وعماله بتساعدونا أنتم في نشر التوعية في مرض بهجة، بشكركم مرة أخرى. جمعية أصدقاء مرضى بهجة الخيرية تأسست سنة 1998، وأنا بدي أترك شوية للأستاذ منصور اللي هو يتحدث أكثر أمين عن السر. أيوة. أمين السر أشكرك لهذا الإيثار جميل لنتحدث عن مرض بهجة وهو التهاب الأنسجة الدموية وله أعراض يعني متعددة وغريبة يعني بنفس الوقت ولا تؤشر بشكل مباشر إلى مرض بهجة، يعني صحيح. قد يكون هذا صعوبة تشخيصه بهذا الشأن دكتور. صحيح، يمكن الأخ رمضان هون معنا مثال واضح على صعوبة التشخيص أو تأخر التشخيص نظرا كمان لقلة المعرفة بجوز في المرض. مرض بهجة هو عبارة عن نوع من أمراض الروماتيزمية، في سنة 1937 سمي باسم الدكتور خلوصي بهجة اللي هو أول مرة لفت لهذا المرض، لفت لمجموعة من الأعراض اللي بتيجي ممكن مع بعضها وهي بتؤدي إلى حدوث هذا المرض اللي هي تقرحات الفم المتكررة أو العامية بنسميه الحمى الباطني، وهذا متكرر بحيث أنه الناس بفكروا إشي عادي يعني وما بيذكروا لما بيراجعوا الأطباء، فبنفضل أنه المريض إذا عانى من أي أعراض تانية أنه يذكر إذا عنده حمو، بيساعد الدكتور في التشخيص، بالإضافة إلى تقرحات في أماكن أخرى من الجسم، أعراض جلدية، التهاب العيون، وفي أعراض أخرى ثانوية اللي هي نعم. مثل الجهاز العصبي والأوعية الدموية. بالمناسبة الأعراض كثيرة يعني ومتعددة كثيرة. ولا تقود بشكل مباشر وهذا يعتبر تحدي لمصابي مرض بهجة لتأخر التشخيص يعني إن صح لأنه من ناحية أخرى ممكن أن الأعراض ما تيجي في نفس الوقت بنفس الوقت وبالتالي وفي أماكن مختلفة وفي أماكن مختلفة يعني. فالمريض بيضطر يراجع أكثر من اختصاص نعم. وعشان هيك احنا بنقول دائما انه علاج مرض بهجة هو عبارة عن تناغم يكون بين مجموعة من الأطباء، يكون يعني على رأسهم نعم. طبيب الروماتيزم حتى يقدر ينسق والكشف يعني. المبكر يعني مهم بهذا الشيء ويخدم الكشف المبكر المرضى. شوي صعب بجوز في حال تم تشخيصه مبكرا يعني العلم بالأعراض نعم. يساعد نعم. حتى نكون يعني منصفين وعادلين بالوقت. أنا سأنتقل إلى الأستاذ محمد منصور القواسمي أمين سر جمعية أصدقاء مرضى بهجة، حدثنا عن الجمعية يعني إيثار الدكتور وفاء جميل يحسب لك يعني هذا الإثارة. بالنسبة لجمعية أصدقاء مرضى بهجة تأسست سنة 1998، بالنسبة تم تأسيسها مع الدكتورة والأعضاء ومرضى لأنه في كان صعوبة التشخيص في المرض فكان يعاني المريض في التشخيص تبع المرض، يعني عندك طبيب جلدية، عندك طبيب عيون، عندك طبيب. فماذا تقدم له الجمعية بهذا التقديم؟ التقديم المعنوي والنفسي، أهم شيء النفسي لأنه لما بسمع المريض أنه عنده مرض بهجة من ناحية نفسية بيكون مش عارف شو بهجة، مش عارف يتعامل مع المرض، فهاي إحنا بنقدم له النصيحة الدعم النفسي والنصيحة وكيف يتعامل ويتعالج جميل. ويسمع تعليمات الطبيب مهمة جدا يظل متابع مع طبيبه، فإحنا من ناحية توعوية أكثر من ناحية نعم. سأنتقل الآن إلى الأستاذ رمضان. أستاذ رمضان يعني نتحدث عن تجربتك
يعني مع هذا المرض؟ من أي عام يعني تم اكتشاف المرض من خلالك أو بعد تشخيص الأطباء لهذا المرض؟ وكيف يعني طبيعة الحياة اليومية؟ في صعوبة على سبيل المثال أو الأدوية اللي بتستخدمها، العلاجات أيضا في لها تأثيرات جانبية؟ أمورك طبيعية بشكل يعني اعتيادي على سبيل المثال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الأعراض مرض بهجة ظهرت معي تقريبا من سنة 78 لغاية سنة 85. هذه الأعراض ما كنتش أعرف إنها أعراض مرض. أربع أعراض ما كنتش أعرف إنها أعراض مرض. الالتهابات والتقرحات، حتى إيش صار في غباش بالعيون اللي هو آخر أعراض عندي رئيسية. صرت أراجع الدكاترة، صار يجيني الغباش كل فترة شهر شهر ونص يجيني. صرت أراجع الدكاترة قالوا لي التهابات، بعدين قالوا نشتبه إنك مرض بهجات. بعدين أثبت مرض بهجات عندي. أما أثبت مرض بهجات، شو مرض بهجات ما بعرف عنه أي شيء. من سنة 85 لغاية سنة 98 يعني يمكن قبرتهم عندهم مرض بهجات أربع أشخاص أو خمس أشخاص على الأصابع. ما عندنا معلومات عن مرض بهجات. العلاجات التي كانت تعطى بتلك الفترة كان أنطونا أدوية كورتيزون وهذا، وقال قلوا إن هذا الدواء بدخية مدى الحياة. يوم نسمع مدى الحياة نستعمل الدواء شهر شهرين ونعود نبطل، يعني ما ملتزمناش بالدواء لأنه فيش عندنا خلفية يعني ترتيبه. بعدين صرنا نتأقلم شوي شوي، ولكن معنويات الواحد هابطة، فيش عندنا معلومات أي شيء عن مرض بهجات لغاية سنة 98 لما سمعت عن الجمعية. قمت بالاتصال بالجمعية مع الدكتور روفا رئيس الجمعية، وحضرت على الجمعية وسمعت والتزمتوا يعني بالدواء. هذا من الجمعية. يعني من فوائد ومن مهام أتوقع الجمعية. صار في عندنا محاضرات كل شيء، وجيب لنا دكاتره وتعمل لنا محاضرات وعتنا عن مرض بهجات بشكل مضبوط، وكيف نتعامل مع مرض بهجات، وكيف نلتزم بالادويه. اذا ما التزمناش بالادويه بتضرنا، واذا التزمنا بالادويه بتفيدنا. صار عندنا معنويات، صرنا يوم نشوف بعض صار معنوياتنا نفسياتنا ترتاح. جميل. صرنا كمان نزور بعض، احنا مرض بهجات صرنا نزور بعض اللي عنده هبوط كذلك. صرت في المستشفيات، انا في المستشفيات يوم اشوف في ناس مرض بهجات نفسياتهم ومعنوياتهم منخفضه نعلي من معنوياتهم. دكتور وفاء، يعني انا استمع الى ايجابيه كما يشاهد ويستمع من يشاهدنا الان. ايثارك لم ياتي من فراغ ترى بالمناسبه، وهذا يحسب للجمعية. إثارك للحديث أيضا لزملائك بالجمعية، أمين السر وأيضا من قدام المؤسسين، حقيقة ما تقدم الجمعية من دعم معنوي، يعني هذا ما استنبطناه من خلال حديث الإخوان والضيوف. يبدو أنه أهم شيء لدى أصدقاء مرضى بهجة بالجمعية، يبدو أن الجانب المعنوي كبير ومؤثر لديهم. صحيح. بهذا الشأن أنا بدي أشير الحقيقة ل يعني جهود الإخوان. يعني الأخ منصور دائما تليفونه شغال، أي حدا بيحب يستفسر بيجيبهم على أسئلتهم وبيعرفهم على مرضى آخرين. وكمان الأخ رمضان يعني مع أنه عنده عائلة، ولازم نشير على أنه في كتير ناس بيخافوا من مرض بهجت أنه والله يمكن ما بيخلف موضوع الزواج. موضوع الزواج وهيك هو مؤثر، يعني لماذا يشاع هذا؟ يعني هو هو يأثر على يعني هو ما بيأثر، هو بس في لأنه في بعض الأعراض يعني على المناطق معينة من الجسم، فبالتالي بتخيل الناس يعني بربطوها يعني انه هاي بهاي، او في بعض العلاجات كمان يمكن كمان يربطوها بهذا الحكي. ولكن الاخ رمضان عندك عائله كم طفل؟ مكونه من سبعه. الله يخليهم. بسم الله ما شاء الله. من تسعه. بسم الله ما شاء الله. الله يخليهم. تسعه. عدد الابناء؟ عدد الابناء عندي ولدين وخمس بنات. ولدين وخمس بنات. الله يخلي لك اياهم ما شاء الله. شايف كيف؟ وبعدين ما بيمنعه عن العمل كمان، هو بيشتغل لحد الان قادر انه يعيلهم.
وبالتالي يعني التجربة الحلوة في موضوع الإخوان الأعضاء الجمعية أنه التجربة اللي مروا فيها مش حابين أنه تتكرر لدى المرضى الجدد، وبالتالي هم يدعموهم نفسيا. جميل دكتورة وفاء، يعني احنا استثمرنا الدقائق المتاحة لنا وختامها مسك، سنذهب إلى يعني الموجز بهذا الشأن. يعني أنت تعلمين بس ممكن كلمة واحدة أنه مرض بهجة غير نادر في الأردن، دراستنا اللي أجريناها آخر مرة بس بدنا نذكر فيها حكينا فيها المرة الماضية، تبين أن نسبة انتشار مرض بهجت في الأردن من أعلى النسب في العالم، 66 لكل 10,000 نسمة. والله عدد كبير، أعلى من أغلب الدول في العالم، مماثلة لتركيا، وبالتالي يعني التوعية ضرورية جدا. أكيد، وإحنا حاضرين معاكم دائما وأبدا من خلال جزيلاً. هذه النافذة الصباحية بحجم الوطن. ضيوفي الكرام، كل الشكر لكم محمد منصور، رمضان النجار، والدكتور وفاء دانات. أحبتنا بنهاية حلقتنا نتحدث دائما، كنا ولازلنا وسنبقى دائما وأبدا معكم ولكم، منكم وإليكم، من مجحم العدوان أطيب الأمنيات، على أمل اللقاء بكم بحلقة أخرى. دمتم بحفظ الله.